حنروح للأجواء الفنية الثقافية وحنروح ضمن تقرير لمحافظة حمص وبرعاية وزير التربية دارم الطباع. تم افتتاح المهرجان السنوي لفرعي عام 2023 على خشبة مسرح عبد الحميد الزهراوي. طبعا قدم المشاركين عروض فنية وفقرات غنائية تراثية، والتدريب الفقرات كان من تدريب المدربة وزيرة أيوب في قسم الفنون المسرحية. تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي مع زميلنا أسامة ديوب. بمشاركة عشرات الأطفال أحيت دائرة المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في مديرية تربية حمص مهرجانها السنوي الفرعي، حيث قدم المشاركون عروضا فنية وفقرات غنائية تراثية مميزة على خشبة مسرح الزهراوي بالمدينة، كما افتتح معرض فني لأعمال الطلاب الموهوبين. الفنون هي أداة أساسية من ضمن مشروع التطوير التربوي لتطوير أدوات العملية التربوية. المسرح طبعاً وقت نقول مسرح نحن نقصد أقسامه الأربعة: الموسيقى، فنون شعبية، فنون جميلة وموسيقى. فهي عنصر أساسي بدعم وتطوير شخصية الطالب من كافة النواحي، بالإضافة إنه هي عامل أساسي لتحريك المجتمع المحلي وتحفيزه ليكون شريك ببناء المؤسسات ودعمه وبناء الطالب. الهدف المرجو من هذه المشاركة هو توظيف الطاقات الكامنة لدى الطلاب والتلاميذ ونشر التراث الحضاري لسوريا العراقة والحضارة، كما أن الفن يسهم في صقل شخصية الطالب والتلميذ. تضمن المهرجان فقرات فنية متنوعة للأقسام الفنية الموجودة في دائرة المسرح. قسم الفنون الجميلة معرض فني متنوع لأعمال الطلاب الموهوبين في الصالات. قسم الموسيقى يتضمن لوحات فنية وكورال، أيضا تدريب مكلفين الموسيقى في صالات المسرح. قسم الفنون الشعبية تضمن لوحات تراثية وفنية لقسم الفنون الشعبية في المسرح، وعرض مسرحي لقسم الفنون المسرحية في دائرة المسرح المدرسي. اليوم رح نقدم عدة لوحات وطني، تراث، شعبي، لنبرز مواهب الطلاب وإمكانيتهم بالعطاء ونحافظ على تراثنا وعاداتنا القديمة. اليوم شاركت بصالة عبد الحميد لحتى أبرز موهبتي بالرسم. شاركت بعشر لوحات كان أغلبهم من المدرسة الواقعية مختلف الخامات. قدمت قصة تراث لأنه أنا بحبها ولازم نحافظ على تراثنا، لأنه من واجبنا نحافظ على تراثنا. يسهم المسرح المدرسي في إبراز مواهب الأطفال واليافعين وصقلها ونشر التراث السوري الحضاري، إضافة إلى غرس القيم والمبادئ الأخلاقية والثقافية التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.